جنود إسرائيليون متوحشون يرسلون ذقونهم إلى صدورهم وتتدلى على آذانهم خصولات من الشعر الطويل، مرة يرتدون البذات العسكرية ومرة يرتدون المعاطف والقبعات السوداء، ولهم باع طويل في انتهاك حقوق الفلسطينيين وقتلهم. إنهم جنود كتيبة نتساح يهودا التابعة للجيش الإسرائيلي التي تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات عليها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية في إجراء أمريكي يستهدف الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى في التاريخ. فما هي كتيبة نتساح يهودا؟ ولماذا قررت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات عليها؟ هي كتيبة عسكرية تابعة للواء كفير في الجيش الإسرائيلي، تأسست عام 1999 تحت اسم نحال حريديم كوحدة خاصة باليهود الأرثوذكس المتشددين الذين يعرفون باسم الحريديم. والحريديم هم جماعة من اليهود المتطرفين يتبنون التفاسير الدينية الأكثر غلواً ويتشددون في أداء العبادات، ينتظرون مجيء المسيح اليهودي ليخلصهم ويقيم مملكة إسرائيل وفقاً لمعتقداتهم. أنشئت هذه الكتيبة لضم أكبر عدد من المتطرفين اليهود ومنحهم الحرية في ممارسة معتقداتهم الدينية أثناء الخدمة، إضافة إلى منحهم وقتاً إضافياً للدراسة الدينية. وفيما بعد تحول اسم الكتيبة إلى نتساح يهودا، وهذا الاسم يتألف من كلمتين هما نتساح وتعني الشباب العسكري الحريدي، ويهودا نسبة إلى مؤسسها يهودا دوفدوفاني. ولواء كفير هو جزء من الفرقة 99 في الجيش الإسرائيلي التي تعرف باسم فرقة مشاة النار، تتميز بقدرات قتالية متعددة ويعول عليها للقتال في ساحات المعارك في لبنان وغزة. تضم كتيبة نتساح يهودا المتطرفة حوالي 1000 جندي جميعهم من الرجال، ولا تضم نساء أبدا. تستقطب الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 سنة ويخضعون لتدريبات مكثفة. أصبحت هذه الكتيبة وجهة للعديد من المتدينين والمستوطنين اليمينيين المتشددين الذين لم يتم قبولهم في أي وحدة قتالية أخرى في الجيش الإسرائيلي. وفي العام 2022 بدأت وزارة الخارجية الأمريكية التحقيق في ممارسات هذه الكتيبة عقب وفاة مسن أمريكي من أصل فلسطيني يدعى عمر الأسد، بعد اعتقالها له عند حاجز تفتيش وتكبيل يديه وتكميم فمه ورميه في الشارع لساعات. وفي أواخر العام 2023 نقلت الكتيبة إلى هضبة الجولان، ولكن في مطلع العام الحالي بدأت هذه الكتيبة بالقتال في غزة بحسب تقارير إسرائيلية. وفقا للإعلام الأمريكي فإن واشنطن تعتزم فرض عقوبات على الكتيبة، وسيحظر عليها الاستفادة من تلقي أي نوع من المساعدات أو التدريب العسكري. فهل تكون هذه الخطوة انطلاقة أولى لسياسة أمريكية جديدة مع إسرائيل؟